بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب إله العالمين، المصطفى الأمجد، المسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. الإخوة والأخوات الأكارم، يا شعبنا الصامد الأبي المقاوم، يا شعب العزة والكرامة، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. بارئ ذي بدء، ندعوكم جميعاً للوقوف تعظيماً لمقام شهدائنا الأبرار وقراءة سورة الفاتحة مهداة لأرواحهم الطاهرة، فرحم الله من قرأ سورة الفاتحة. في هذه الليلة المباركة التي نجتمع فيها سوياً على أرض عاصمة ثورتنا، سترة الإباء والكبرياء، سترة العزة والكرامة، نؤكد بأن ما تعيشه المنطقة من ظروف استثنائية وتموجات دولية متسارعة ومؤتمرات وتحالفات سياسية وعسكرية هي تطورات تنعكس دون أدنى شك على الوضع القائم في بحريننا الحبيبة، فهي تطورات هامة وذات تأثير دولي وإقليمي شامل لا يمكن أن تستثنى البحرين منها. أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، إن كيان العدو الخليفي يترنح أمام هذا المشهد الدولي ويعيش قلقاً كبيراً إزاء هذه التطورات المتسارعة، سيما أمام ما يجري في اليمن والعراق وسوريا. لذا أيها الأحبة، ثقوا وتيقنوا بأنكم بتوفيق من الله وبفضل صموركم الثوري الأسطوري تقتربون من تحقيق أهدافكم السامية، فلا تقبلوا أبداً بالحلول الترقيعية التي سيطرحها العدو الخليفي خلال الأيام المقبلة بهدف الهروب من الاستحقاقات الكبرى التي ستلحق به شاء أم أبا. يا أبناء شعبنا البحراني الأبي، في ظل هذه التطورات السياسية المتسارعة إقليمياً ومحلياً، نؤكد بأن صوتكم يجب أن يسمع وبوضوح، وأن رأيكم يجب أن يصغى إليه، ويجب أن يكون مؤثراً وفاعلاً في المعادلة السياسية. لذا فإننا نعلن لكم يا أبناء شعبنا الصابر المضحي، بعد توكلنا على الله وثقتنا به، عن إطلاق المشروع السياسي، مشروع الاستفتاء الشعبي الذي يمكن كل فرد من أبناء شعبنا للإدلاء برأيه بحرية تامة ودون ضروب، كما نعلن عن تكليف هيئة وطنية مستقلة لإدارة وتنفيذ هذا الاستفتاء الشعبي والإعلان عن تفاصيله التنظيمية والقانونية والإدارية الهامة. وهنا نعلن لأبناء شعبنا الأبي عن تكليف السيدة بلقيس رمضان كرئيس للهيئة الوطنية المستقلة للاستفتاء الشعبي، والسيدة فاطمة محمد كنائب لرئيس الهيئة الوطنية المستقلة للاستفتاء على أن يباشر العمل في هذه الهيئة بشكل استقلالي وحيادي. إن هذه الخطوة السياسية الهامة التي هي من روافد الديمقراطية وقيمها الأصيلة تأتي في سياق التأكيد على حق شعبنا البحراني في تقرير مصيره بمحض إرادته، وحقه باختيار شكل نظامه السياسي والاقتصادي الذي يرتئيه. فلا والف لا للحلول الترقيعية، ولا قبول أبداً لأي حل مخادع يفرض على الشعب سواء بالترهيب أو الترغيب، فقد ولى زمن الأنظمة الدكتاتورية وجاء زمن الشعوب الحرة. فمعاً يا شعبنا الأبي نحو تقرير المصير، وما النصر إلا من عند الله. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، الخميس 25 سبتمبر أيلول 2014 ميلادية، البحرين المحتل.